السلام عليكم شباب، مخبار كيف صحتكم؟ شباب في العادة دائما نصور تصوير جوي، واليوم حبينا شوية نغير الأجواء في التصوير، وحبينا نسوي فلوج بسيط وش اسمه، وبنرويكم كيف الكلر كوركشن والكلر جريدينج على الفيديو. إن شاء الله راح تستفيدوا من هذا الموضوع، نحب الجميع أن يستفيد. We'll be right back.